أنا من سوريا دير الزور. والله طلعنا إحنا من سوريا نتيجة الحرب باتجاه تركيا، من تركيا إلى اليونان على جزيرة ساموس. بعد جزيرة ساموس ظلينا فترة وجيزة، وجاء نصيبنا على كم كاتسيكاس أنا وعائلتي. الحمد لله يعني ما شعرنا بأمان إلا وصلنا هون على كم كاتسيكاس، والأمور كويسة ونحن كعائلة واحدة ومتفاهمين مع بعضنا، والمنظمة التي ترعانا اس بي الحمد لله عم يعني أمنونا كل متطلباتنا من أي شيء، كانوا مرض، كانوا طلبات للقرفانة، يعني ما احنا بحاجة كل شيء الحمد لله. ضمن القرفانة أقضي وقتي مع عائلتي بنفس البيت، وخارج القرفانة الحمد لله يعني نطلع يعني شفتوا انتوا قبل زرعنا مثل بامية، بندورة، ملوخية، باقي الكافة من شان يعني تقتل لنا الوقت وتخفف من المشاعر الذي لاقيناها مثل بسوريا. والحمد لله يعني الواحد يعني مستقبلي أنا يعني الواحد يعني الإنسان يعني أي إنسان يتمنى يكون مستقبله أول شيء مثل لقاءه مع أولاده. يعني أنا أولادي أغرب مثل يعني جينا من الحرب وتشردنا، يعني مستقبلي إني ألتقي مع أولادي. يعني صار لي أكثر من 3 سنوات ونص 4 سنوات يعني ما شفتهم بألمانيا. الحمد لله تأقلموا مع ألمانيا يعني وأمورهم كويسة وتعلموا لغة الحمد لله مرتاحين، وجودنا هنا مرتاحين نفسيا وراحة نفسية كاملة، وكأننا بنص أهلنا وعيالنا الحمد لله. احنا هنا وجودنا بالكم من كل الدول، سوريين، عراقيين، فلسطينيين، من أفارقة، باكستان، أفغانستان، والحمد لله وجودنا كأن عائلة واحدة، ما في يعني مشاكل وما في خلافات وما في